اي نعم، نوم الليل اهم من الرياضه في خساره السمنه الى الابد وليس بشكل مؤقت. انت ممكن تجلس تحسب الكميات وتقلل الكميات من الغذاء وينزل وزنك فتره مؤقته، بعدين توصل مرحله ما تقدر تمسك نفسك، يكون عندك انسولين عالي وسكر دم منخفض، وهذا يزيد الجوع بالنسبه لك، وترجع تاكل نفس الطعام اللي انت كنت تحاول تمتنع عنه او تقلل منه بشكل يعني في شراهه يكون، ويرجع الوزن بشكل كبير. هنا السمنة قائمة على شيئين: كثرة الأكل، وهل الجسم يستغل الطعام الداخل كطاقة ولا لا؟ لأنه إحنا نعرف ناس الآن يأكلون 3 أضعافنا ومع ذلك نحاف ما فيهم سمنة، نعرف ناس مقللين الأكل ومع ذلك عندهم سمنة. جسمه لا يستغل الطعام الداخل كطاقة، وهذا ينبني على الانضباط الهرموني بشكل خاص، هرمون الجوع اللي هو الجريلين وهرمون الليبتين اللي هو هرمون الشبع. هل تصل إشارات هرمون الشبع من الجهاز الهضمي إلى الدماغ وتبلغه بأنك أنت أكلت طعام كافي لتشغيل أنظمة الجسم ولا لا؟ ولا تستمر تاكل 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 ولا في استغلال للطعام الداخلي لذا كطاقة؟ طيب، النظام الهرموني هذا سيعتمد على انضباط ساعة بيولوجية. كيف حتضبط الساعة البيولوجية وأنت سهران في الليل؟ سهران الليل، الليل معناته في انعكاس لي النظام الهرموني يرتفع، أن تجعل خصوصا لو تشرب قهوة مثلا بعد الساعة 8 في الليل، أنت ترفع من هرمون الاستيقاظ اللي هو الكورتيزول وقت ما أنه يفترض أنه يبدأ ينزل، يعني ابتديت تحوس الساعة البيولوجية داخل الجسم عندك، فمع حوسة الساعة البيولوجية بيكون فيه اضطراب في النظام الهرموني، وبعدين بتكون كأنك يا أبو زيد ما غزيت. الأمر أعمق من حساب كمية أكل، وعلى فكرة هذا ما يلغي فائدة التمارين أبدا أبدا، ولكن التمارين في البداية كحل للسمنة لا أتفق معها أصلا. عندك عملية أيض يعني مضطربة ونازلة، تروح تشد عليها بتمارين، وبعض الأحيان نشوف شيء برضو إنه الناس تتحمس بزيادة بالتمرين باعتقاد أنها ستصل بشكل أسرع. لا 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 لا، إن تحمست بزيادة بالتمارين في البداية هذا معناته أنك قد تترك التمارين بشكل أسرع، لأنك يعني تضغط على عملية الأيض، ما يكون في استشفاء أو انضباط للنظام الهرموني، خصوصا يعني إذا أنت ما قدرت تترك الأطعمة المكررة بشكل خاص. عندك اللي هو السكر، وعندك الخبز والمخبوزات اللي يكون مكرر اللي مصنوع من دقيق قمح مكرر، وعندك زيوت البذور النباتية المكررة. إذا ما قدرت تترك ذولي خاف والله تكون كنك يا ابو زيد ما غزيت. تتمرن فتره سنه سنتين وتفرح بنزول الوزن، وتفرح بنزول الوزن، بعد كذا ترجع مره ثانيه، بعد كذا ترجع مره ثانيه. فانتبه من الموضوع هذا، بدايه اول 3 شهور عدل اكلك، مشيت تمام ادخل النادي، لكن شوي 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 شوي. وانصح دائما في البدايه اللي هو كارديو وسباحه اول شهر، لا تستعجل أبدا، خذ الموضوع على أنك تبني صحتك إلى بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، لأنه مش المهم الوزن، المهم ما الذي أدى لارتفاع الوزن. لازم تحل الجذر، لأنه اللي خلاك تأكل بكثرة الآن هو الاضطراب ما بين هرمون الجوع والشبع، هذا اللي خلاك تأكل بكثرة وتتحرك بقلة ويكون ما عندك طاقة. السلام عليكم. تذكروا أمس تكلمت عن الساعة البيولوجية وعلاقتها بانضباط الهرمونات وأهمية هذا وأهمية نوم الليل لانضباط النظام الهرموني وانضباط الساعة البيولوجية. وش معنى ساعة بيولوجية؟ ساعة بيولوجية يعني تحدد متى يتم حدوث العمليات الحيوية داخل الجسم. يعني مثلا هنا عندك الساعة مثلا 6 الصباح، هذه الساعة البيولوجية. عندك الساعة 6 الصباح الأعلى بارتفاع هرمون الكورتيزول، هرمون الاستيقاظ. يعني الساعة 9 الصباح الأعلى في ارتفاع هرمون التستوستيرون، هرمون الذكورة داخل الجسم.
هنا علاقة الساعة البيولوجية مش فقط في انضباط النظام الهرموني، لأنه برضو هرمون الكورتيزول له علاقة بالمناعة. علاقة الساعة البيولوجية هنا مع المناعة تراها كبيرة يا جماعة، كبيرة. ونوم الليل يضبط الساعة البيولوجية ويضبط لك الأنظمة الحيوية بشكل أكبر. أنا بودي لو تقرأوا كتاب اسمه ليش ننام، Why we sleep. Why we sleep، لأنه إذا ما عرفت لماذا ممكن ما تعطي أهمية ليش ننام الليل. Why we sleep. نفس الآن اللي صاير اللخبطة في الأكل والتغذية، كثير ممكن ما يعرف ليش، كثير من اللي لخبطون بالأكل ما يعرف ليش يأكل، عشان كذا ملخبط بالأكل. لو يعرف أنه كل أكل أو كل شيء يدخل إلى داخل الجسم إما يبني صحتك أو يهدم صحتك في عملية العيد، يا يفيدك يا يضرك. هنا نوم الليل هو الأعلى في حدوث، اللي هو أعلى نسبة حدوث عملية ديتوكس للدماغ. ديتوكس للدماغ، ممكن لو تجمع أغذية العالم كلها ورياضات العالم كلها لا تتساوى مع فائدة نوم الليل. فيها خصوصية، فيها نظافة، تستخدمينها متى ما حبيتي.